أهلا بكم دائما على شاشتنا الحبيبة، شاشة قناة الناس. أهلا بكم في أحوالنا. في أحوالنا دائما بنحاول ونقدم دائما هذه الخبرة العملية الحياتية المستندة على ثقافتنا الإسلامية وعلى حضارتنا المصرية، لأن تكون أحوالنا في الأفضل وفي الأجمل وفي الأروع. النهاردة تحديدا هنتكلم عن صاحبك وصاحبي، صديقي وصديقك، بين قوسين عن الرفقاء، ولازم يكونوا رفقاء خير مش رفقاء سوء. إزاي نتجنب رفقاء السوء؟ دايما في البيوت من وإحنا صغيرين ينصحونا، شوف مين صاحبك، مين صديقك، مين زميلك اللي بيقعد جنبك في التختة، مين صاحبك اللي معاك في الجامعة، مين صاحبك أو زميلك اللي في الشغل. تعالوا نطرح أسئلة كثيرة. كيف أرشدنا سيدنا صلى الله عليه وسلم وكيف كرس الإسلام لمثل هذه الأمور في الحياة، لأنها أمور جوهرية؟ نطرح كل هذه التساؤلات على صاحب الفضيلة الأستاذ دكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي. مولانا أهلا بفضيلتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دايما هاجس عند الأهل، هاجس عند كل اللي حوالينا حول مين صاحب مين وازاي وليه. في البداية، من رفقاء السوء ومن رفقاء الخير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الخير معروف عند كل الناس، وأول علامة من علامات الخير النفع، بمعنى أن تنفع نفسك أو تنفع غيرك، ده خير. الخير الإيجابي، لا تؤذي غيرك، ده خير. بس خير يعني ما فيهوش عمل، إنما سلبي بيسموه بس كويس. يبقى الخير هو نفع الناس ونفع النفس. يبقى أي حد عنده نفع لنفسه ولي، لان لو عنده نفس نفع لنفسه بطريقه صحيحه هيبقى عنده نفع ليا، ده يبقى صاحب خير. ليه؟ لن يضرني، سيعينني، سيساعدني، سيكون مراه لي. لما جت الصحوبيه في القران والرفقاء والرفقه، لما جه حضرتك شوف الرفقه بتبقى عامله ازاي، فنلاقي طبعا في قمتها واوجها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ده بيقول يعني إيه، بينسب صحبة أبو بكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ وأبو بكر لا يفعل الخير إلا من أجل رسول الله، يعني ما يعملش من أجل رسول الله إلا الخير. وده حاجة جميلة قوي. يبقى شوف جاب لك كلمة صاحب، يعني صاحب مين؟ مين اللي معاك في مواقف الشدة؟ أبو بكر خايف على سيدنا النبي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تخافش. شوف الصحبة عاملة إزاي؟ اللي هم خايفين على بعض. يبقى صاحبك الذي يخاف عليك وتخاف عليه، من الآية دي. أو صاحبك الذي يخاف عليك وأنت تطمئن قلبه من أجله، تقول له ما تخافش. الرفقة الطيبة دي حضرتك تمشي تفضل ماشية كده مع سيدنا يوسف وأخوه بنيامين، الرفقة الاتنين طيبين. إنما الرفقة السوء إخواته لما عملوا في الأول دي، في الوقت ده كانت رفقة سوء. ليه؟ آذوا سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف وسيدنا يوسف وسيدنا بنيامين وهكذا. حتى الرفقة، شوف في سورة الكهف هتلاقي رفقة البشر البني آدمين ومعهم الكلب، أهل الكهف. أهل الكهف. يعني وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ايه تاني؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ده معدود منهم، يعني حتى بتعدوه ثلاثة من البشر رابعهم كلبهم من غير جنسهم، بس معدود في العدد. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فهنا حسب الرفقة. بس خلي بالك، الرفقة الطيبة اللي موجودة في الكهف هم ناس صالحين اللي هم أهل الكهف، والكلب اللي معاهم إنما جاء لخدمتهم. لذلك صوروا القرآن إيه؟ باسط ذراعيه بالوصيد، فرد إيده كده الاتنين ونايم على باب فوهة الكهف أو الفتحة بتاعت الكهف، كأنه بيحرسهم حتى هم ميتين عندما أماتهم الله عز وجل. يبقى هنا شوف الرفقة، حتى يبقى الرفقة الصالحة حتى مع هذا الحيوان كان رفيقا معهم في الرفقة الصالحة. ليه؟ لأنه لا يأتي منه ضرر بل يأتي منه نفع.
يبقى هنا الرفقة الصالحة لازم نعرف ان هي كلها نفع وليس فيها ضرر، وده بنحذر عشان خاطر حضرتك في يعني في رفقاء سوء دلوقتي زي ما في رفقاء خير. رفقاء سوء ليه؟ زي ما بنقول كده للسادة المشاهدين في كل بقى المجالات، فيجي يقول له ايه، ما تيجي نشرب كذا، ما تيجي مش عارف، ويتعاطوا مخدرات ويتعاطوا اشياء ممنوعه، ويتعاطوا اشياء يعني تهد او تهد كيانهم وقوتهم، يتعاونون على الفساد والعياذ بالله. انما الرفقه الصالحه ما بتتعاونش على كده، بتتعاون على ايه؟ ما تيجي انا وانت نساعد فلان، ما تيجي انا وانت نقعد نعمل خير كذا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يبقى اللي يتعاون على البر والتقوى ده معاني واسعه، ده عناوين، دي رفقه صالحه التي تتعاون على البر والتقوى رفقه صالحه، وتتعاون على الاثم والعدوان دي رفقاء السوء والعياذ بالله. دايما نسمع يقولوا ايه، الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار، لانه كله ده اقرب ناس لينا، ما هو الصديق والصاحب بيبقى اقرب مني ليا من ناس كتير، من اخويا لانه جنبي وبشوفه على طول اكتر من اخويا. في الحاله دي الاسلام كيف وضع اطر واسس ومحددات لاختيار الرفيق الذي هو قبل الطريق للجار الذي هو قبل الدار؟ عشان كده احنا عندنا في الاسلام حضرتك البشر دول من عالم الاشخاص. الطريق والدار والحاجات دي بيسموه عالم الاشياء، وعالم الاشخاص مقدم على صحيح. عالم الاشياء صحيح. صحيح. يعني ايه؟ يعني الانسان ما يتعوضش، انما الكوبايه تتعوض، صحيح، اللمبه تتعوض، وهكذا اي حاجه تتعوض، انما انسان روح مشاعر احاسيس عاطفه لا يعوض. فعشان كده حضرتك بتقول يعني هنا ايه، شوف الرفيق قبل الطريق، انا مع سيدنا النبي مش مهم اروح فين. شوف الكلام بقى عن هاجر، بس مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر بقى النموذج الحقيقي. طبعا هنا برضو زي ما قالوا عن يعني امرأة فرعون، يعني برضو نفس الحكاية لما قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ربي ابني لي عندك بيتا، فاختارت العندية قبل البيت، اختارت الجار قبل الدار. الجار مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فقالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، فانت بتختار الجار الصحيح. لذلك لما واحد بيروح ياخد يعني شقة ولا حاجة او اي مكان بيسأل مين ساكن حواليه، ليه؟ لو كانوا ناس كويسين هرتاح، لان دول صحبة ملازمة، لان الجار ده يعني حاجة يعني مهمة جدا. زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يعني يوصيني بجار حتى ظننت انه سيورثه. فهنا الاختيار بقى هنشوف سيدنا النبي ان نختار الصديق او الرفيق او الصاحب بيكون ازاي. اسمح لي فضل الدكتور مجدي، معانا استاذه ساره وام امال. واستاذه ساره اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. انا عايزه اسال الشيخ على حاجه. اتفضلي، ايه السؤال؟ دلوقتي انا مندوبه ادويه، معروض عليا شغل في شركه ادويه، شركه الادويه ديت وظيفتي فيها ان انا باخد الدواء بتاع الشركه دي وبوديه للدكتور وبعرفه مثلا الدواء ده بيشتغل في ايه وسعره ايه. الشركات بتقدم مثلا هدايا للدكاتره او بتعرض عليهم فلوس او بتطلعهم مؤتمرات في مقابل ان هم يكتبوا الصنف ده من الدواء. هل لو انا عملت كده ابقى انا كده يعني حاجه بين الرشي والمرتشي؟ حاضر. يعني ابقى وسيط ما بينهم، يعني مع العلم ان في اصناف دواء اقل من يعني سعرها اقل من الدواء بتاعي برضو. فعايز اعرف انا لو انا اشتغلت الشغلانه دي هل حرام ولا حلال؟ حاضر يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا استاذه ساره. معايا ام امال. يا ام امال. السلام عليكم يا استاذ حسن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا. يا انا دلوقتي حافظه خمس صور بس، يعني نعم، خمس صور في القران، حافظه خمس صور في القران بس بصلي بيهم. حلو حلو. انا امسك المصحف وعايزه اقرا، فانا ما اعرفش اقرا، امسك المصحف واقرا الخمس صور دول اللي انا حافظاهم بس، هل ينفع ولا حرام؟ حاضر يا فندم، ربنا يفتح عليكي. سؤال تاني. حاضر. سؤال تاني لو سمحت. اتفضلي يا فندم. لو سمحت. اتفضلي يا فندم، كل الاسئله عند حضرتك اهلا بيها. ايوه طول معايا بالك شويه معايا عشان عندي شويه اسئله. كل الاسئله اللي عندك اهلا بيها، اتفضلي. لما صلى الاستخاره سمعت عم الشيخ بيقول الردوي ان الواحد بيقول يا ايها الكافرون وكل الله واحد، انا مش حافظه يا ايها الكافرون. طيب حاضر، لازم اقرا، لازم اقرا صور معينه اقرا. ايوه برضه اقول لك على حاجه، اقرا اصلي يعني الوتر الاول ولا صلاه الاستخاره الاول؟
حاضر يا فندم. ولا برضه ليا سؤال تاني معلش، عشمانة فيك انت وعم الشيخ. اتفضلي. عشمانة فيكم عشم كبير يعني، واتكل عليكم ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. حد يساعدني بس. كلنا توكلنا على الله سبحانه وتعالى، اتفضلي. حد يساعدني في جهاز بنتي بس عشان والله ما عندي جهاز يعني. يا ريت اهل الخير، اهل الخير يسمعونا دلوقتي، واهل الخير يعني واحنا على ابواب رمضان يعني، وابواب الايام اللي كلها خير. حاضر، مساعده في جهاز بنتي. سيب رقم تليفون حضرتك يا ام امال. الاستاذه اما اهلا بيكي. استاذه اما. طيب استاذ سيد. الو. يا استاذ سيد اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. بعد اذنك بس سؤال للدكتور مجدي. ايه السؤال؟ سؤالي ان انا يعني ربنا ما انعمش عليا ان انا اكون يعني كل استعمالي بايدي الشمال. يعني باكل بايدي الشمال. ايوه. كل استعمالي في الدنيا بايدي الشمال من وانا صغير، انا راجل دلوقتي عمري 52 سنه. تمام. فبس هي في حاجة واحدة أنا برضو بقضيها بإيدي الشمال ومتأذي منها، اللي هو إن أنا لما باجي بتوضى برضو بتوضى بإيدي الشمال. فكنت عايز أعرف يعني. شكرا. وشكرا عفوا. أستاذة أما أهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ حسن؟ أهلا وسهلا يا أستاذة أما، اتفضلي. كل سنة وأنتم طيبين وسلام للدكتور مجدي. أنت بالصحة والسلام، اتفضلي يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. اتفضلي يا فندم، أنت بالصحة والسلام. أنا ليا أخت توفت من سنين طويلة يعني. وتوفت وسايبة طفل عنده سنتين. ماشي؟ نعم. فاحنا خدناها انا وجوزي ربنا، هل كده احنا نخش في الحديث انا وكفل اليتيم زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال؟ ايوه. السؤال يا فندم؟ هتخش في الحديث؟ حاضر حاضر من عيني، حاضر. ادي السؤال، ادي السؤال. بشكرك انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه. معايا اتصال تاني. ام مريم. يا ام مريم. طيب استاذه فريده. يا استاذه فريده. طيب ارجع لنقطه مهمه جدا في الدكتور، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي قال لنا يعني كيف ارشدنا الى بائع المسك وحذرنا من نافخ الكير، في اطار هذا المعنى، في اطار هذا التوجه والتوجيه. اللي احنا بنقوله وشرحناه كله، ايوه، ان هو يعني صاحبك هو الذي ينفعك ولا يضرك. ايوه. صاحبك ينفع نفسه وينفعك. ايوه. صاحبك يبعد الاذى عنك. صاحب السوء اللي هو السيء بقى ده ما بيهموش اللي قدامه اصلا، فيضره، لا يحرص على مصلحته. ففي الحديث بتاع الامام البخاري ومسلم، اظن في البخاري ومسلم، بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح. أيوة. والجليس السوء. اهو الجليس اللي هو الصاحب، يعني تقعد مع مين وما تقعدش مع مين. الجليس الصالح ده اقعد مع مين بقى؟ قال لك اللي ما يضركش. احنا بس بنخاطب عشان الشباب وكيفيه اتخاذ الاصحاب. صاحب كل شيء والصاحب جميل، والانسان من غير صديق او صاحب ده حاجه صعبه. ولكن قال لي مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك. خلاص، حامل المسك بيبيع يعني المسك وماشي في الشارع وانت ماشي، فشبه الاتنين ببعض. صاحبك اللي شال المسك ده انت ممكن تشتري منه، هتشتري منه بضاعة وحشة؟ لا، دي حاجة ليها ريحة حلوة، يبقى هشتري منه. طب لو مش هشتري، زي ما بيحصل دلوقتي على باب المحلات، يروح ماخد لك كده عينة بكرتونة ولا مش عارف ايه، يروح مديك كده مسحة بسيطة، ريحة حلوة، يقول لك شم البتاع دي وتعالى اشتري، يبقى خدت جزء من الريحه، ريحه حلوه. او على الاقل ان لم تستطع ان تاخذ او تبيع او تشتري منه، بتشم وانت ماشي محل العطور الجميله دي. يبقى هو ده الجليس الصالح، شبهه سيدنا النبي. يبقى اما ان يعطيك منفعه حقيقه، واما ان هو يعطيك بعض الشيء ولا حتى ولو كان ابتسامه، واما ان انت لا تجد منه ضررا بل تجد منه حتى الرائحه الزكيه. من بعيد كده شفت ده صاحبي، ليه؟ ما بيعملكش حاجه بس صاحبي، ده وشه حلو،
ده عمره ما ادخل عليا اذى. المقابل بتاعه اللي هو حامل الكير اللي هو نافخ الكير. نافخ الكير بقى زمان كانوا بيعملوا كده، بيعملوا البتاعة دي، يعملوا عزكم الله يعني وحفظنا الله وإياكم النار، عشان خاطر ينفخوا فيها بالكير ده عشان يصهر الحديد. يزداد بقى النار، يدخل الحديد فيها فيشكله. فلما يشكله هنا بقى قال لك انت بقى هتروح عنده هتتأذي من الحرارة، هتتأذي من الرائحة السيئة بتاعة الحديد وهو بيتعمل، هتتأذي من شكل الراجل ده اللي هدومه كلها زي ما كنا بنشوفه زمان كده يعني مسودة من هذه الأعمال. قال لك ده المثل برضو الجليس أو الصاحب السوء، يا إما كل عاوز يقول لك بقى كمان ده الجليس السوء القعدة بتاعته أصلا مش حلوة، اللي حواليه مش حلوين، أدواته مش حلوة. ليه؟ لأنه لا يستخدم إلا الشيء السيء. فتلاقي المتعاطي للمخدرات او شيء من هذا بيتعاطى مخدرات، فانت قاعد جنبه بيعمل ايه؟ عمال يتعاطى مخدرات، عمال بقى فتشم الرائحه، ممكن يعديك والعياذ بالله، نسال الله العافيه جميعا. فالانسان يحاول ان هو يقلده او شيء من هذا، او انسان قاعد عمال في الغيبه والنميمه، مش عايزين بس مخدرات، غيبه ونميمه صحيح. فيروح عامل نفس الحكايه غيبه ونميمه، او بيكذب فبيقلده في الكذب، او يحرضك على عمل الشر، او يحرضه على عمل الشر، او ان يحرضه على الوطن، يحرضه على الوطن. فقاعد، فتلاقي الناس اللي تد اعداء الوطن مع بعض دماغهم في دماغ بعض، شو بيعملوا كذا، شو بيحصل ايه، شو، فتلاقي ان هم عمالين ايه، شوف الدنيا زي يوحي بعضهم الى بعض، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، لانهم شياطين الانس بالفعل. فاحنا عشان كده بنقول احذر من صاحب السوء فانه من شياطين الانس. اسمح لي فضل الدكتور قبل ما اخرج الى هذا الفاصل، معي اكتر من تليفون. ام عمرو اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ. اهلا وسهلا، تفضلي. لو سمحت ممكن بس اسال الشيخ عم الشيخ حاجه؟ طبعا طبعا. ايه السؤال؟ السؤال، انا بنتين على 4 صبيان، انتوا وبابايا ومامتي متوفيين وبتاخد معيش. بنتين وجوزي منع الفلوس تخش بيتي وقال لي حرام وهي غلبانه، هل الفلوس دي ينفع اخد منها ولا الصبيان؟ يعني المعاش بتاع حرام ولا مش حرام؟ عفوا عفوا يا ام عمرو، المعاش ده بتاع الوالد صح؟ الوالد والوالدة دخلوهم مع بعض بقى 2000 جنيه. طيب مين اللي بياخد المعاش دلوقتي؟ دلوقتي هي غلبانة، كان محطوطين في البوستة. مين هي اللي بتاخد المعاش؟ اخواتي، اختي. اختك، اختك اللي مستحقة لهذا المعاش. تمام. ودلوقتي اخواتي هم بياخدوهم بيفرقوا عليهم هم الاربعه. هل الفلوس دي حرام اخد منها ولا حلال؟ مولانا الدكتور هينبه على امر مهم وهيقول لكم عليه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا على هذا السؤال. معايا اتصال تليفوني تاني. الو، يا استاذه ايمان. أهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخه اسالك سؤال وبعد اذنك يعني افيدني. يعني انا دلوقتي عايشه مع جوزي بقالي 8 سنين وما فيش عيال، والدكاتره قالوا ما فيش خلفه بينكم خالص وهتحصل. فانا دلوقتي تعبانه جدا يا شيخ، وبصلي كل يوم وبصلي استخاره، ولقيت نفسي ان انا عايزه اسيب البيت وامشي. فهل ده حرام عليا؟ في ناس بيقولوا لي اصبري، قلت لهم انا زبره بقالي 8 سنين والدكاتره قالوا لي لو كبرت شويه مش هتخلفي يعني. طيب هو انا دلوقتي تعبانه بصلي استخاره، هل انا لو سبت البيت، انا دلوقتي تعبانه مش قادره ان انا اقعد في البيت تاني. طيب لو سبت البيت يا شيخ هل هو حرام عليا؟ ضبط عليا يعني؟ السؤال الثاني يا استاذه ايمان ايه؟ السؤال الثاني ان انا بصلي كتير وساعات بسرح في الصلاه، انا مش عارفه اعمل ايه. وساعات مره بقعد لما اقوم بصلي بكون في صلاه حلو بس بالنهار، يعني بحس ان انا بسرح في الصلاه كتير. طب ايه السؤال هنا بقى؟ انا عايز اعرض اختي يعني اعمل ايه السرحه في الصلاه دي، يعني بسرح في الصلاه دي اعمل ايه؟ حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. معايا ام ضياء اهلا بيكي. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا استاذ حسن؟ اهلا ام ضياء، كل سنه وانت طيب. دكتور مجدي. حضرتك دكتور مع حضرتك، كل سنه وانت طيبين. اتفضلي، مساء السلامه. إيه لو سمحت يا دكتور، انت حضرتك بتقول زياره المقابر الموتى بيستأنسوا بينا. دلوقتي العيله بتاعتنا هدوا المقابر وشالوا العظم بتاع والدي ووالدتي، ما نعرفش حطوه فين، ورجعوا بنوا المقابر وما رجعوش العظم تاني. احنا دلوقتي بنروح نزور المقابر الجديده والعظم مش موجود، طب الموتى ازاي هيستأنسوا بينا ويفرحوا بينا؟ نعرف اين ذهبوا بالرفات. بشكرك شكرا جزيلا يا مضياء. فاصل ونعود اليكم، ابقوا معنا.
إذا كانت الصداقة أمراً مهماً في حياة الإنسان، لا سيما وأن يتأثر الصديق بجليسه بشكل كبير، إلا أن هناك أنواعاً من الصداقة التي يجب أن ينتبه إليها الفرد حتى لا تعود عليه بالضرر نتيجة الاختيار الخاطئ من البداية. إزاي تقدر تعرف رفيق السوء؟ أول ما ألاقيه يبعد عن أوامر الدين أو أوامر الإسلام أو الأخلاق. نأمنه على حاجة تجي لقيه يخون الحاجة اللي أنت مأمنه عليها. أعرفهم من طريقة معاملتهم معايا، من تصرفاته، من أعماله، من قعد معاه، من كلامه معايا، من التصرفات، من الأفعال. أعرفه من أسلوبه، من طريقته في الكلام، بيبقى من أفعاله. يعني هو بيجرك حاجات تبقى باين إن هي الحاجات دي غلط، فهو بيجرك فيها، اللي هو بينعكس بقى في طريقته في الحياة، في أفعاله، في اختياره لأصدقاء اللي عايز يشدهم معاه. هل بتفضل تجنب أصدقاء السوء أم إصداء النصائح لهم؟ تجنبه محسن، بنصحه الاول مره واثنين وثلاثه ده ما هو صاحبي، بعد كده ما نفعش بتجنبه، اعطاهم النصيحه الاول وما رضيش بقى بنتجنبهم الاحسن. انت ممكن مره تقول له تديله نصيحه واحده، يمكن ما هو مش واخد باله من بوينت معينه، خلاص فهمها، خلاص ما تكررها تاني، خلاص تتجنبه بقى لانه بعد كده هيضرك بعد كده. لا اتجنب صحاب السوء احسن. اذا لاحظت ان هو بيقبل النصيحه انصحه طبعا. طبعا لو انا مقابلني صاحب سوء انا احاول معاه مره واثنين وثلاثه. لاختيار الصديق أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فيتأثر بأصدقائه ويأخذ منهم علومهم وأخلاقهم وصفاتهم، فإن كان اختياره لهؤلاء الأصدقاء صحيحاً فقد اكتسب إلى جانب الصداقة العلم والأخلاق والصفات الحسنة، وإن لم يكن كذلك فقد تنعكس صفات الصديق السيء وأخلاقه السيئة عليه. ليه البعض ممكن ينخدع في رفيق السوء؟ لانه عدم الخبره في الحياه. بيخدعوا الناس بان هم كويسين وبيدعوا نفسهم ان هم كويسين. لا مش بتنخدع، هو بيبقى ضعف ايمان. شخص يعني بوجهين، يجي لك بوجه وهو في داخله حاجه ثانيه. كنت فاكره مثلا كويس هيقف معاك في موقف ما وقفش. انا مخلصه لربنا، ربنا هيبين لي قدامي كان صديق سوء ولا مش صديق سوء. طريقه كلامهم وطريقه معاملتهم. انا ايماني ضعيف، اكيد هتجر للصديق السوء بسهوله يعني. هل الاسره دور في تجنب رفيق السوء؟ طبعا ليها دور كبير. ولها دور كبير، لازم التوعية، واخد البالك من الصغر، الأسرة والمجتمع والناس والمدارس. طبعا البيت أهم حاجة، الأب والأم لازم يكونوا مع ابنهم أو بنتهم، فلما يكونوا معاهم هم أكيد هينصحوهم أكتر. طبعا أنا لو ربيت ولادي تربية كويسة، تربية حسنة، وعرفتهم الصح والغلط، أكيد لما يخرجوا للناس يعرفوا الصديق السوء من الصديق الصالح. الأب والأم لازم يكون ليهم دور كبير في تربية أبنائهم على الصح. عامل صداقة مع الأب ومع الأخ ومع الأم في البيت، كده مش هيقدر يبعد. أنا لما بعلم ولادي إن هم يحبوا زمايلهم، أكيد زمايلهم حتى لو بيتعاملوا معاهم مش كويس، بعد كده هيشوفوا المعاملة لازم هيغيروها. من أكثر الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور وتؤرقهم الخوف على أبنائهم من مصاحبة رفقاء السوء والتأثر بهم. وهنا يأتي تساؤل، ما هي الأمور التي تساعد الفرد على الاختيار الصحيح للصديق؟ وما هو دور الأسرة في توعية الأبناء من مخاطر رفيق السوء؟ شكرا للزميل محمد على هذا التقرير. طيب اذا البيت دايما عنده هذا الهاجس، هذا الخوف، هذا القلق، كيف جاءت هذه الاجابات وفقا لما يخاف او يقلق منه البيت من خلال الاب والام على اولادهم؟ طبعا البيت ليه دور، طبعا التقرير كويس، والناس نبض الشارع بيبين ووعيين ما شاء الله، في وعي كويس. عاوزين نقول اللي يفرق بين الصاحب الكويس والصاحب اللي مش كويس هو الأخلاق. الأخلاق ده مقوم ومعيار مهم جدا في كل حاجة، بمعنى اللي قدامك ده عنده أخلاق أنا هبقى صاحب ليه أو أتخذه صاحبا، ما عندوش أخلاق على طول يبقى كأن اللي بيجذب الناس بعضهم لبعض هي الأخلاق. ومن هنا لما في البيت مثلا تلاقي الأب والأم بيربوا الولد على الخلق، لما الولد يتربى على الخلق هيروح وكل شبيه للشبيه يميله، صحيح، منجذب له، فيجي يعني وكل مقارن للمقارن يقتدي، او بيقتدي بيه ليه؟ بينجذب بيه ليه؟ عشان الاخلاق متوافقه. هتلاقي ان هو صادق مثلا، الولد الصغير او البنت اللي قدامه صادق هيقرب منه، كاذب مش هيعرف يتعامل معاه، امين والتاني مش امين مش هيعرف يتعامل معاه، شجاع والتاني مش شجاع مش هيعرف يتعامل معاه،
وهكذا. يبقى معيار الأخلاق ده شيء مهم جدا عند الإنسان، بحيث إن هو يفرز الناس حوله بواسطة هذه الأخلاق اللي هي منظومة القيم. يعني سيدي أبو الحسن بيقول لا تنقل قدميك إلا إلى أي مكان إلا إذا أمنت غالبا من معصية الله. يعني هل المحدد كيف أضعه في اعتباري وضعه نصب عيني في اختيار الصديق في الحركة مع الآخرين؟ لأن دي بتحدد الاتجاهات، هنا بتحدد هل ده صديق سوء أم رفيق خير. خلي بال حضرتك، احنا عندنا معيار المعصية هو الخلق، بمعنى إنسان ما بيصليش ده أخلاقه من ناحية العبادات هتلاقي مش مظبطة، ومن ناحية المعاملات، وإحنا قلنا قبل كده زمان وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى ما بيصليش هتلاقي الخلق بتاعته ليه؟ ممكن يغش، ممكن ياخد رشوة، ممكن إن هو يعني يضحك على أي حد، ممكن إن هو ما يكونش أمين، ما يكونش متقن عمله، أشياء كثيرة. ليه؟ عشان خاطر قلنا عنصر الخلق مش موجود. يبقى الطاعة هنا سيدي أبو الحسن الشاذلي لما يقول إذا وجدت صاحب معصية، هو ما قالش بعيد عنه، لو أنت ضعيف ابعد، إنما لو أنت قوي قرب وهاته معاك. صحيح، وده الشيء الجميل. المعيار إيه؟ أقرب الناس أو بعيدها؟ عشان أحط للناس يعني معيار كده ومقياس يمسكوا بيه. لقيت اللي قدامك على خلق أنجذب له، لقيت اللي قدامي مش على خلق شده ليك، اشده ليا، ما جاش معايا ومعرفتش اسيطر احتويه، يبقى انا ابعد عنه، لان هو عنده مشكله كبيره مش هقدر احلها له انا. ولذلك البيت الذي يقوم على الاخلاق ويربى فيه الاولاد على الاخلاق، هذا البيت يحفظ الولد او البنت كيف تنتقي او ينتقي الاصحاب في المدارس او في الجامعات. اذا ياتي السؤال التالي، طيب الاستمرار بقى، انا مع رفيق الرفيق السوء، لان خلاص الرفيق الخير ده الكلام عنه يعني ايه، كلام مؤكد وكلام كلنا حابينه، رفيق السوء الاستمرار معاه ماذا، ما النتائج؟ النتائج طبعا احنا قلنا رفيق السوء لو ما كنتش انت نورك عالي قوي بحيث ان الظلمه اللي عنده من السوء ده نورك ينورها، هتبقى عندك مشكله. ليه؟ هيضلم لك الانوار اللي عندك. فعشان كده بنقول الانسان، وده بقى بتيجي في الناس اللي نفسيتها قويه اخلاقها عاليه قوي وبتيجي بتحتوي الناس، عندهم كاريزما، فاللي قدامه ما يقدرش يعمل حاجه قدامه مش حلوه، ولو عمل حاجه مش حلوه انا بعدلها بقى بس بالرفق وبالنصيحه وبالراحه. فعشان كده المشكله اللي هنا لابد ان نقف عندها، ان رفيق السوء ليس رفيقك في الدنيا فقط او رفيق الخير، وانما رفيقك في الدنيا رفيقك في الدنيا والاخره. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يومئذ امتى؟ يوم القيامه. الا المتقين. يعني شوف المتقي بقى مع المتقي. فربنا بيقول ايه؟ ده كل الاخلاء، كل الاصحاب، كل الرفقاء يجيهم القيامه عدو لبعضهم. ليه؟ ده بيتهرب من ده. بيتهرب ازاي؟ أذكر ربنا يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فما بالك بصاحبه بقى؟ يبقى هنا الصاحب هيفر منه. لو كان الاثنين بقى في تقوى بينهم مع بعض، عنصر الأخلاق كان بينهما، يبقى يتجاذبان كما يتجاذبان في الدنيا على الخير، سيتجاذبان مع بعضهما إلى الجنة يوم القيامة. فشو قال؟ بعضهم لبعض عدو، كل واحد بيعاد التاني. يعني ايه بيعاد التاني؟ يعني اقل حاجة يقول ما عرفوش، وممكن ايه ده هو السبب اللي كان بيعلمني كذا. شوف الاعداء، يعني ازاي انا كنت معاك في الدنيا، انت اللي علمتني كذا، ما هو قدام رب العزة سبحانه وتعالى. قال الا المتقين. فالاتنين المتقين يعمل ايه؟ ايه الحلاوة بقى؟ المتقي مع المتقي هذا يشفع لذاك ويذكره بخير، والتاني نفس الحكاية. لذلك الصحبة احنا لابد ان ناخذها على اساس متين. ليه؟ عشان ممتده ليست في دار الدنيا ولكن ستتواصل الى دار الاخره. اسمح لي فضل الدكتور مجدي، معايا ام احمد على التليفون. ام احمد اهلا بيكي. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا مرات ابني عامله معايا مشاكل لدرجه ضربتني وضربت عيالي. عملت مشاكل؟ مشاكل وضربتني وضربت عيالي. فانا في باب وصاني عايز اقفله وافتح لها من بره، هل ده حرام ولا حلال؟ ده باب في البيت، هي ساكنه، انتوا ساكنين مع بعض في نفس البيت؟ ايوه ساكنين مع بعض. ايوه فعم... وفي...
وفي سؤال تاني بس يبقى عفوا يمكن عشان برضو التصور الوضع يعني هي بيت شقه واحده فانت عايزه تقسميها ده بيت ثلاث ادوار ايوه فهي واخده الدور الارضي تمام كده فعامله معانا مشاكل وبيطفوا علينا النور تحت وخربين الدنيا فانا عايزه اقفل الباب وسطاني اللي بينه وبينها وافتح لها من بره حاضر يا فندم وفي سؤال تاني لو سمحت اتفضلي يا فندم انا معايا اخواتي ربيتهم وللاسف كل ما اتصل بيهم صله الرحم يكلوا السكه في وشي ما رضوش يكلموني فانا اعمل ايه حاضر في اسئله تانية يا فندم لا بارك الله فيك السلام عليكم يا وعليكم السلام يا فندم استاذه سناء اهلا بيكي استاذه سناء الو الو يا ام سيد ايوه ام سيد ام سيد معايا ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم لو سمحت يا شيخنا انا معايا ثلاث بنات كويسين ولدين معاقين والدكتور قال وحملت وراح الدكتور قال لي مين قال لك تحملي ممكن يجوا معاقين زي اخواتهم وانا يا شيخنا رحت دكتور طلب مني ان انا اعمل عمليه تفريغ وعملت عمليه تفريغ ونزلته سالت الشيخ قال لي مدام ما كملش 120 يوم وفي سبب حلال يا شيخنا هو حلال ولا حرام ان انا نزلته هو كان قبل 120 يوم لا كان 40 يوم ابن 40 يوم صح ايوه حاضر يا فندم بشكرك شكرا جزيلا فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا دائما أهلا بحضراتكم مولانا تسمح لي نجيب على أسئلة السادة المشاهدين وما تبقى من وقت نعرض فيه ورشة العمل طب دلوقتي الأستاذة سارة بتقول أنا في حيرة من أمري في شركات الأدوية في ظل المنافسة بينهم بنعمل كذا وكذا وكذا وبندي بنقدم بعض الأمور والهدايا للأطباء لعرض الدواء بتاعنا أو لتحفيز الناس تشتريه هل أنا كده بأخطئ أو نرشي الطبيب؟ هل دي عملية رشوة؟ لا احنا مش عايزين يعني عايزين نسمي الأمور بأسمائها صحيح. وحسب مسمياتها الحقيقية بمعنى هي قالت كويس قوي هدية مش عاوزين نجازف ونقول رشوة صحيح. ليه؟ لأن الرشوة دي معناها كبير وممكن بتكون كبيرة من الكبائر والعياذ بالله إنما الهدية تهاد وتحب كما قال صلى الله عليه وسلم المسألة أظن أن حضرتك خارجة منها الطبيب هو المتعامل مع هذا الدواء إحنا عندنا في دار الإفتاء المصرية بيجينا أسئلة زي دي الطبيب بنقول له ما بنمنعش ده لأنه ده نوع من أنواع الترويج والتسوق أو التسويق للأدوية وده لازم والإعلان عن منتج وده في منافسة وده شيء مهم بس إحنا بنقول أن الطبيب لابد أن يعمل لمصلحة المريض يعني إيه؟ يعني آدي جه منتج من شركة فأنا هكتب هذا المنتج الطبيب يعني متخصص وشايف بس عاوز أقول لحضرتك حاجة هيكتب هذا المنتج اللي جايباه دلوقتي ومش هيكتب التاني في الوقت معيارين المعيار الاول الفلوس والمعيار التاني المادة الفعالة فممكن ده يكون مادته فعالة اكتر من ده خلاص يبقى يكتب المادة الفعالة حتى لو كان شركة ادوية مديها له ليه لمصلحة المريض طيب الدواء ارخص للشركة اللي جايباه يبقى اديله الارخص لما المادة الفعالة زيها زي اللي بره اللي هو اغلى يبقى لمصلحة المريض طب الاتنين استووا في الفلوس او المادة الفعالة يبقى قدم اللي جابه للشركة ما فيهوش اي مشكلة ليه لان عندي المريض وصحة المريض هو اهم حاجة فهنا بنقول السادة الاطباء طبعا بيراعوا هذه الامور وهذه القواعد ان مصلحة المريض ليس امام شخصك ونفسك فقط ولكن امام الله عز وجل هيجي هتديله دواء ب200 جنيه وبره في واحد ب50 جنيه نفس المادة الفعالة طب ليه انا اكلف المريض يبقى انا لا اكلف المريض بسبب بقى الهدايا او بسبب روح مؤتمر او شيء من هذا لا يبقى دي حضرتك هي معيار الفتوى التي قالتها دار الافتاء المصرية ان هو التمن والمادة الفعالة
والاثنين لابد ان يكون لمصلحه المريض. فاذا كانت مصلحه المريض في هذا يبقى اعمله حتى لو كان الدواء بيروجوا له وبيسوقوا له. ام امال فتح الله عليها بتقول يعني انا يعني حافظه 5 صور بالكاد، انا ما بعرفش اقرا بس ربنا فاتح بصيرتها وربنا ينور بصيرتها، 5 صور، هل ده صح ينفع يعني اصلي بيهم واقراهم بس؟ يا سلام، ولو صوره واحده، لو سوره الفاتحه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم سوره في القران هي فاتحه الكتاب، اعظم سوره، يعني اللي معاه الفاتحه ده معاه حاجه كبيره جدا بس هو مش شاعر بيها. ولذلك ربنا امرنا نقراها 17 مره في صلاه الفريضه. ليه؟ عشان خاطر ان هي كنز حقيقي، يعني اللي عنده الفاتحه ده عنده كنز، عنده فتح، عنده السبع المثاني اللي هو 7 آيات دول من الجمال بس مش حاسس بيه. فانا عندي 4 آيات 4 سور كمان صغيرين او قصار، يعني زي ما يقول العلماء قصار، يبقى اقولهم ما فيش مشكله. اقتران من المصحف يبقى جميل، عليك ان تعطي نظرك او بصرك حظها من النظر لكتاب الله عز وجل. صلاه الاستخاره لازم اقرا سور معينه ولا اللي حافظه؟ انا عمري ما قلت لازم. عايزين ندقق المفاهيم. احنا بنقول تصلي صلاه الاستخاره باي ايات، انما بنقول ايه؟ يستحب، يستحب يا عملت من راحتك، ان انت في اول ركعه الفاتحه وقل يا ايها الكافرون، الثانيه الفاتحه وقل هو الله احد، ما قريناش قل واحد وقل يا ايها الكافرون، قرينا اي حاجه ثانيه يجوز ومشروعه ولا شيء فيها. اصلي صلاه الاستخاره في الاول ولا شفع الوتر؟ تصلي صلاه الاستخاره حيثما كان موضع الاستخاره، بمعنى انا نازل دلوقتي ومحتار اشتري عربيه كذا ولا عربيه كذا، او موديل كذا او موديل كذا، في اي لبس مثلا اعمل دي ولا ما اعملهاش، في الامور المباحه خلاص يبقى استخير في الوقت بتاعها ده احسن. كلام جميل. طيب لو احنا بالليل وعاوز بالليل كده عشان خاطر ربنا ان شاء الله بيكون في تجلي اعلى، اصلي امتى؟ يستحب ان تؤخر الوتر الى ما قبل الفجر، يعني يكن اخر صلاتك في الليل وترا كما قال صلى الله عليه وسلم، يبقى اصلي الاستخاره قبل الوتر وبعدين اختم بالوتر. طب واحد صلى الوتر وعاوز يصلي استخارة ما فيهاش اي مشكلة. احنا بنقول دي ايه؟ ترتيب اولويات، دي مستحبات فقط، انما نعمل اي حاجة ولو اخرنا الوتر لكان اولى واتباعا للسنة. بتقول اتمنى حد يساعدني من اهل الخير في جهاز بنتي، يمكن المشاهدين الكرام سمعوا لي. طبعا يعني السادة المشاهدين الكرام وبالذات يعني تجهيز الشباب والبنات اكتر، فهي بتقول عندي طبعاً بنات 3 ولا 4 فهي قايمه عليهم وبتجهزهم، فيعني بنتحقق من المساله وبتشوف، وفي اماكن بتساعد في هذا، اماكن رسميه في هذه الدوله المباركه، وناس من اهل الخير يساعدوا ان شاء الله والدال على الخير كفاعله. طيب دلوقتي بستعمل ايدي اليسرى في كل شؤون حياتي، في الوضوء وفي غير الوضوء، هو متأزم شويه؟ لا ما يتأزمش، بس احنا يعني ايه كان من ساعتها نحاول ان احنا نستخدم اليمين كمان، ما احنا بنستخدم اليمين وبنحاول الشمال بتساعدنا. بس عاوز اقول حاجه، الامر مش كبير، المعيار فقط لما سيدنا النبي ذم هذا الامر قال ايه؟ ان الراجل لما قال له كل بيمينك قال لا استطيع، فكذب وهو ممكن ياكل باليمين، فقال له لا استطيع، فسيدنا النبي دعا عليه قال له لا استطعت، يعني ربنا ما يجعلك تستطيع طالما بتكذب وانت قادر، انما انت ما بتعملهاش ولا تكبرا ولا يعني تباهيا ولا معاندة، بتعملها خلقة. بتعملها خلقة كده، فباليسار ان دربت ايدك اليمين هيبقى احسن، ما قدرتش مشي الاثنين، حتى اللي بياكل باليمين بيمشي الاثنين مع بعض، الامر اهون مما تتصور طالما انه ليس فيه مكابرة ولا معاندة. اختي توفيت من سنوات طويلة وتركت طفلا ابن 2 ربيته انا وجوزي، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، هل ينطبق علينا هذا الحديث؟ طبعا ايه المانع، ده هم اولى الناس انطباقا، ده انت خالته كمان، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة بمنزلة الام، يعني انت هتبقى ام وخالته في نفس الوقت، هيحبك قوي وربنا يبارك فيكي انت وزوجك، وان شاء الله يعني يكون شفيعا لكم وتكونوا جميعا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معكم كهاتين في الجنة. طب دلوقتي إخوة الصبيان بيتقاسموا مع أختهم المستحقة لمعاش أبوها الفلوس، جوزها قال لها اوعي تاخدي من الفلوس دي. لا احنا بيتقاسموا قهرا وكرها، لا احنا ما عندناش حاجة لا قهر ولا تسلط ولا
كرها ده الاطار الاكراه يعني. الاطار الاساسي ده انما اختهم بقى المستحقه للمعاش بتدي لاخوات الشباب مستحقين ومرتبه مش قوي بتاع فبتدي له مفيش مشكله. فانت ساعتها تاخدي لانك مش هتاخدي قهرا ولا تسلطا، محتاجه وهي بتديكي خدي، انما ما افرضش عليها ان هي تديني. يبقى انا لا افرض على صاحب المال ان يعطيني من ماله، وانما يعطيني بمحض ارادته سواء اختي او غير اختي. استاذه ايمان من 8 سنين مع زوجها ما فيش لم ينجبها حتى الان، دلوقتي مش طايقه عايزه تمشي من البيت وامال تستخير، يعني الناس بيقولوا لها ربما حد بيقول لها اصبري، اراء تانية مختلفه، تنصحها بيه يا دكتور مجدي؟ انا بنصح دايما بالصبر، ولكن زي بيقولوا كده للصبر حدود. فيعني ايه، مع ان يعني الصبر ده يعني بيقولوا الصبر حدود عند بعض الطاقات وبعض الانفس، وفي نفس بالصبر بتاعنا عالي قوي نفس طويل. فاحنا بنقول نصبر مع الزوج اللي عنده 8 سنين، ولكن بنقيس نفسنا بقى وصبرنا قد ايه، فبناخذ بالاسباب نروح للطبيب. ايه رايك يا طبيب؟ واحد واثنين وثلاثه، لو كلهم قالوا ده ما فيش فايده وما فيش رجاء نتعلق بالله عز وجل ونصبر شويه. طيب ما فيش، هنا طاقتي بقى انا هقدر اتحمل لحد اخر العمر لو في عمر للاخر كده، ولا حياتي هتتقلب والعياذ بالله شيء صعب. بقى في الوقت ده لك الخيار، نستخير الله عز وجل ان انا افضل ولا امشي. نعم. طيب دلوقتي بسرح في الصلاة اعمل ايه؟ ما نسرحش في الصلاة، اللي بيسرح في الصلاة بيسرحش في الصلاة. اول صفات المؤمنين، بس عشان ناخد بالنا عندنا العبادات مش بالاشكال فقط او اهم حاجة فيها الاشكال، لا، الجوهر اللي جوه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بيخشع. فاحنا بنقول الخشوع ده مهم، احقق الخشوع ازاي؟ بعدة امور. طبعا يعني انا قلت قبل كده، أنت أتدري من تقابل في صلاتك؟ أتدري بين يدي من؟ بين يدي الله، فأنا قدام ربنا وداخل على ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة، أنشغل بغيره؟ أبدا، والله ما يصح. أنا بقول الله أكبر من أي شيء، من أي حد يجي في ذهني. في الحاجة التانية قلنا نعمل إيه؟ نقرأ الفاتحة بالراحة والسورة بالراحة، نحقق الألفاظ كما يقول العلماء، وفي الركوع والسجود سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي. لا، بالطريقة دي هنخشع. وتدبر فيما تقرأ ستخشع إن شاء الله. انتهى وقتنا، ولكن سنجيب على ما تبقى على الأسئلة. هدموا المقابر، أعمل إيه؟ نعمل إيه؟ هل يعني إحنا مش عارفين نقرأ ونزور أهلنا إزاي؟ هي المشكلة بتقول إن هدموا المقابر، مش هدموا، نقلوا الرفات أو العظام من هذه المقبرة أو هذه المقابر إلى مكان لا نعلمه. كيف؟ يبقى هل ده تصرف فردي ولا تصرف ايه؟ بتقول اخواتي اللي عملوا كده او اهاليهم، فاحنا بنقول لهم لا، تعرفوهم لو كنت نقلتهم، لان ده تصرف فردي افراد مع بعضهم. فتقول لهم حطينا العظام او الرفات في المكان الفلاني، يروح يزوروه. طيب بتقول ما اعرفش، ولو واحد دلوقتي ربنا عافينا جميعا غرق في القاع البحر، مش عارف نتواصل معاه؟ لا نتواصل. ليه؟ التواصل بالارواح وليس بالاشباح. واحنا قاعدين في مكاننا كده هندعي له ونقرا الفاتحه وكل حاجه هيوصل له مكان ما هو موجود الروح بتاعته. الله، فالتواصل الله بالارواح. طيب دلوقتي الباب المشترك، اقفل الباب بتاع البيت ما دام مرات ابني ضربتني وضربت ولادي، فاقفل الباب واخلي يعني لنا باب وليهم باب لوحديهم؟ لا، ما هو معلش، يعني ايه مرات ابني ضربتني وضربت ولادي؟ صحيح. يعني ايه مرات الابن تضرب الحما؟ ايه الكلام الكبير؟ الابن فين؟ يعني تضرب امها، يعني في مقام امها، وفين ابنها؟ موجود ولا مش موجود؟ وأين هو من هذه العبارة كلها؟ أين موقعه من الإعراب في هذا الأمر؟ يعني سيب مراته تضرب أمه وأخواته؟ ده لو كان الكلام صحيح. فإحنا بنقول لو كان هذا الإيذاء نسد الإيذاء، نمنع الإيذاء، نرفع الأذى، نعمل إيه؟ عن خاطب الناس ونجيب أهلها ونعمل. لو وصل الأمر في الآخر إن إحنا اتفقنا نسد الباب وتبقى الحياة مستقلة عن بعضهم البعض، نفعل هذا. طيب دلوقتي اخواتي ما بيدونيش وانا لا يودوا، ما بيقوليش ولا يسالوا عليا مع اني انا ربيتهم. احنا عاوزين بس يعني ايه؟ عاوزين عمل الخير يكون ننتظر الاجر من الله مش من البشر. والله لو انتظرنا الاجر من البشر لتعبنا في كل لحظه. ليه؟ امزجه البشر طالعه ونازله بمزاجاتهم واهوائهم، انما من الله عز وجل، ولا يظلم ربك احدا. فعشان كده بنقول سيدنا بيقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعه الناس وصلهم. هو ده الواصل اللي ايه؟ بيدي، مش محتاج ان هو ياخد. خلاص، انا لسه كنت كاتبها امبارح
في لطيفة كده في 257 عاملين سلسلة اسمها أصل سيدنا النبي ملوش زي. في 257 اتكلمت على المسألة دي، وسيدنا النبي قسم ثلاث أصناف، واحد بيحب ياخد وما يديش، ده قاطع الرحم، ده الإنسان الوحش. واحد في خير بيحب بيدي وياخد على قد ما بيدي، وفي واحد بيدي وما بينظرش اللي هو بياخد، لأنه ينظر إلى الله عز وجل، يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. في ابن 40 يوم يعني جنين في ابن 40 يوم خلاص، هي بتقول الأطباء قالوا عشان خاطر هو هيطلع زي ولاده بتاع، وقبل 40 يوم طالما في عذر فما فيش مشكلة. ربنا يبارك فيك ويبارك في أولادك الموجودين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي. طيب احنا بس سيدي ابن عطاء الله السكندري بيقول يعني ايه؟ بيقول لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يعني لا بالكلام نفعك ولا بأفعاله نفعك، ده ما تصحبوش أصلا. يعني حال ومقال يعني ابعدوا، يعني قول وفعله حلوين اعمل، يلا قوله حلو وحاله مش قوي عدل معاه، وهكذا. بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي. أحسن الله إليك. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.